وللحديث عن تغريدة السيد الصدر وأيضا دعوته لحكومة أغلبية وطنية وأيضا لمعرفة مواقف القوى السياسية منها، ينضم معنا مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف الموسوي. مساء الخير ومرحبا بك معنا في نشرة الثالثة. تغريدة للسيد الصدر اعتبرت هي أو اعتبرت بأنه هي إعلان بالتخلي عن الحكومة التوافقية والتوجه للأغلبية الوطنية، ما هي الأسباب؟ سيدتي في البيت دعني أحييك وعلى جميع متابعي ومشاهدي قناة الرشيد. لا، هو مو تخلي، على العكس، هو تمسك بالحكومة يعني حكومة الأغلبية الوطنية أو الأغلبية السياسية. لأن يعني أنا أعتقد مع إعلان النتائج الأولي السيد الصدر قدم برنامجا تفاوضيا، يعني أوضح فيه رؤية التيار الصدري لتشكيل الحكومة القادمة، وأيضا قدم مجموعة من التغريدات حدد فيها مسار الخطوات القادمة، سواء كانت على المستوى السياسي، على مستوى العلاقات الخارجية، على مستوى الداخلي، على مستوى بناء الدولة العراقية. وكانت أعتقد نقاط واضحة. بالتالي السيد الصدر اليوم يريد أن يبدأ بداية حقيقية في بناء الدولة العراقية الجديدة اليوم، متمثلا بترصين الآلية الديمقراطية من خلال تكوين كتلتين، كتلة موالاة وكتلة معارضة، وبالتالي يعني تكون معارضة إيجابية قادرة على متابعة ومراقبة أداء البرنامج الحكومي والأداء السياسي وتنفيذ القوانين الخاصة بهذا الموضوع. بالتالي الطرف الآخر كان يتحدث بعكس الحديث، كان يقول أن الحكومة القادمة هي حكومة توافقية، ولا يمكن أن تنشئ هذه الحكومة بدون أن يكون توافق. أعتقد جزء منه يتمثل في عملية الاعتراضات التي حدثت، في الهجمة الإعلامية، في محاولة إخراج الشارع، في يعني الخطابات المتشنجة أو التهديدات التي صدرت من بعض القادة أو المسؤولين فيما يتعلق بقضية التشكيك في عملية الانتخابات وفيما يتعلق بقضية المفوضية. بالتالي اليوم كنا نتحدث من البداية نقول أن هذا الخطاب أو أن هذه الاعتراضات هي عبارة عن عملية ضغط سياسي هدفها هو الذهاب إلى حكومة توافقية، لأن لا توجد لدينا في العراق ثقافة المعارضة. اليوم السيد الصدر أنهى هذا الموضوع باعتبار أن كتلة السيد الصدر هي الكتلة الأولى اليوم، وهي الكتلة التي ربما من 2003 لحد هذا اليوم تستطيع أن تحصل على فارق يصل إلى أكثر من 30 مقعد. لا أتحدث أن الوضع سهل بشكل كبير، نعم الأمور فيها تعقيد، لكن بالنتيجة التغيير بالتأكيد يعني يصطدم بمجموعة من المتغيرات. طيب ماذا يقصد السيد الصدر بالأغلبية الوطنية؟ القصد بالأغلبية الوطنية هو أن تشكل كتلة طولية توجد فيها جميع المكونات، مكونات الشعب العراقي مجتمعيا، وبالتالي تكون هذه الكتلة قادرة على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، أي بما معنى أنه بعيدا عن المحاصصة، بعيدا عن البيوتات الطائفية، بعيدا عن الأعراف السابقة التي فرضت. وبالتالي اليوم السيد الصدر يريد أن يعمل على تصحيح مسار العملية السياسية التي بنيت على خطأ من 2003 إلى هذا اليوم، والتي بنيت ضمن أعراف التوافقية والمحاصصية، وبالنتيجة يعني أدت إلى هذا الفشل الكبير اليوم، أدت إلى خروج ثورة تشرين وما حدث في ثورة تشرين، وأدت إلى الوصول إلى الانتخابات المبكرة. اليوم هذه الانتخابات يفترض أنها انتخابات تغييرية، انتخابات تصحيحية، انتخابات يعني يحدث فيها تغيير حقيقي، سواء كان في الآلية، في الأسلوب، في المنهج. نعم. في السيد الصدر كان من أشد المعارضين لحكومة الأغلبية بعد انتخابات 2018. أيضا السيد الصدر تحدث بأنه لا توجد خلافات، تحدث بتغريدته أنه لا توجد خلافات مع أحد. من يقصد هنا؟
يقصد أن السيد الصدر وهو دائما ما يفعل بهذا الاتجاه أنه يبحث عن المشترك الوطني، يبحث عن المشكلة المشتركية، أو عفوا المشكلة التي يعني التي تعمل على بناء وحدة العراق، على بناء يعني على 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 اساس المصالح الوطنية او المصالح العامة بعيدا عن المصالح الخاصة. فبالتالي ويقول انا ليست لي خصومة مع احد، معنى خصومة شخصية بقدر ما لدي خصومة بسبب مشاكل، خصومة بسبب سوء إدارة، خصومة بسبب عدم مقدرة أو إصرار البعض على تنفيذ أجندات خارج. في ظل هذه النقطة التي تتحدث عنها، هناك من فسر التغريدة بأنها مغازلة للسيد المالكي. يعني لا أعلم، هي على العكس. لا كيف على العكس؟ يعني بالنتيجة اليوم السيد الصد لا توجد لديه خلافات مع أحد حاليا، فقط هناك اختلاف مع السيد المالكي، لذلك فسروا أن هذه التغريدة هي مغازلة للسيد المالكي. يعني إذا سمحتي لي، هو بالنتيجة يقول أنه خلافي مع السيد المالكي هو خلافا ليس شخصيا، وإنما خلافا على الأسلوب، على المنهج، على الاستراتيجية. قبل يعني قبل أعوام أيضا مثلا حينما تحدث السيد المالكي وقال أنه مستعد يعني أبوابه مفتوحة للسيد الصدر، ولا توجد لديه قضايا، السيد الصدر أجابه بتغريدة بأنه سوف يعني يلتقي معه إذا صحح الأخطاء السابقة، إذا اعتذر للشعب العراقي، إذا عاد الأموال التي يعني فقدت في فترة إدارته، إذا اعتذر إلى أهالي سبايكر. يعني بالنتيجة السيد الصدر يوضح أن المشكلة مع السيد المالكي ليست مشكلة شخصية بين السيد الصدر والسيد المالكي، بقدر ما هي اعتراض على أداء، اعتراض على أسلوب، اعتراض على منهج خاطئ استخدم أدى بالعراق إلى أن يفقد ثلث أراضيه، وأدى إلى حدوث مجموعة من الكوارث سواء في مجزرة سبايكر أو في السقلاوية أو في حتى سجن بادوش وفي الكثير من القضايا. بالتالي اليوم هنالك يعني مشكلة كبيرة يعني تحتاج إلى حل. هذه المشكلة سببها إدارة السيد المالكي للحكم لدورتين متعاقبتين. هذا هو ما يتحدث عنه السيد الصدر، ولا يتحدث عن يعني عملية مغازلة. بالتالي لو يريد السيد الصدر المغازلة فإن أن هنالك كثير من الأطراف التي حاولت أن توفق أو حاولت أن تصالح كما يقال بهذا الشكل، لكن السيد الصدر يريد أو يقول للجميع بأنه ليس لديه مسألة شخصية مع السيد المالكي، بقدر ما هنالك مجموعة من القضايا يحتاج أولا أن يعترف بها السيد المالكي، وأن يتحدث وأن يعتذر للشعب العراقي عن سوء الإدارة، عن ضياع الأراضي، عن مجازر كبيرة حدثت حتى وإذا كان من خلال سوء إدارة مثل مجزرة سبايكر. طيب وغيرها من المجازر. سيد مناف، يعني أمس في برنامج الثامنة مع الزميل أحمد الطيب تحدث السيد نجم القصاب بأن السيد الصدر قد يتفاهم مع المالكي والعامري لتشكيل الحكومة. من جهة ثانية السيد كان معنا أيضا السيد حيدر البرزنجي، أيضا قال أنه هناك وفد من التيار الصدري طلب أن يلتقي أو طلب زيارة الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، لكن طلبه رفض. ما هي معلوماتك؟ يعني إذا سمحت لي في هذه الفقرة، يعني السيد حيدر لا توجد لديه معلومات حقيقية، وأنا يعني اتصلت بعد هذا الموضوع بالوفد المفاوض وأنكر أي يعني أي حالة اتصال. أما عملية الزيارة إلى سيد عمار، فسيد عمار أعتقد مختلف، يعني لا 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 يحسب بهذا الاتجاه. اليوم السيد عمار نفسه والمقربين من السيد عمار يقولون أن وجودهم في الإطار التنسيقي هو ليس وجودا تحالفيا، بقدر ما هو وجود لاعتراض على مشكلة معينة وهي مشكلة الانتخابات. وبالتالي أعتقد أن هنالك فرقا في الرؤية، في الاستراتيجية، حتى في البرنامج. سيد عمار شعاره بناء الدولة أو قوة الدولة،
وتعلمين بقية الإطار الاستراتيجي ربما يختلفون تماما عن هذا الشعار ويبتعدون بالعكس كثيرا. وبالتالي السيد حيدر تحدث بطريقة يعني حقيقة غير صحيحة ومعلومة غير صحيحة، ويعني استغرب ان تكون مؤسسات إعلامية تؤكد على مثل هذا الخبر. اسمحي لي انا من هذا المكان ان اكذب حديث السيد حيدر واقول لا يوجد لديه اي دليل، وكلام غير يعني غير واقعي وغير مبني على معلومة بشكل كامل. التحليل السيد النجم ايضا لا اتفق معه كثيرا. بالنتيجة لو يريد السيد الصدر ان يتفق مع السيد المالكي او السيد العامري يعني ما كان حدثت كل هذه الاشكاليات. اليوم السيد الصدر يريد ان يقدم نموذجا جيدا، واعتقد تغريده يوم امس هي كانت رد على هذا السؤال. لا وجود لحكومه توافقيه مع السيد الصدر. السيد الصدر قال اما حكومه اغلبيه وطنيه واما الذهاب الى المعارضه. اعتقد هذه واضحه وهذه اجابه ايضا على الطرفين. نعم. انضم معنا مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف الموسوي، شكرا انضمامك معنا.